وانا كنغني فاش كنجمع مع لا فامي في الصيف في لي فيت دو فان داني فاش كيكونوا الحفلات المدرسيه كنت دائما ضروري خاص نغني شي اغنيه ولا جوج اغاني. من بعد ماما شافت هاد لانتيغي ديالي في الموسيقى شريت لي لا غيتار ديالي تعلمت نلعبها غير بوحدي بار انترنيت. ومن بعد بديت كنبوستي لي فيديو في انترنيت وغراس هاد لي فيديو تعرف عليا فان اللي هو كان المنتج ديالي وسي كومسا كبدينا كنخدموا بزاف. فان فتح لي بزاف ديال الابواب كون ما كانش هو جو بونس با كو غنكون وصلت اليوم لهاد لو نيفو اللي وصلت ليه. أغنية كل شي بان أغنية عندها شي عامين ونص هادي كنقترحها عليا دي جي فان سمعني الأغنية لا بروميير فيرسون ديال الأغنية لي بارول كتبهم محمود برحي فاش بروبوزا عليا عجبتني بزاف عجبني الموضوع حسيت براسي كونسيرني وحسيت براسي بأن بزاف ديال الناس غادي يلقاو راسهم فاش غادي يسمعوا هاد الأغنية وفكرنا نديرو ان كليب يكون ديفيرون وحتى لو ستيل ديال الاغنيه كيف غتكوني سمعتيها راه حتى هو الى ديفيرون دو داكشي اللي كنسمعوا عليه في على الساحه المغربيه. الكليب زوين خفيف فيه الانتقام فيه كل شيء. هاد كل شيء بان سي القصه ديال خيانه ديال الخيانه. حنا كلنا ما كاينش شي واحد غادي يقول لنا انا ما عشت خيانه في حياتي كتاسوا دلا بار دو شي واحد من العائله ولا امونبر دو لا فامي ولا شي صديق ولا شي صديقه ولا شي حاجه ماشي بالضروره يكون اونتركو. لحد الان جو بونس كو كلشي بان على حسب لي ستاتستيك زعما في لي فيو ايتترا فهاد الوقت الوجيز حققات بزاف ديال لي فيو الناس كيهضروا على الحمد لله بارابور على الدنيا لان الدنيا حتى هي كانت اغنيه مختلفه بزاف على الاغاني اللي كنسمعوا ليهم ولكن حتى هي الحمد لله حققت النجاح. جو فان دو بزاف ديال لي زارتيست المغاربه بحال زهير البهاوي بحال إيهاب أمير خولة مجاهد رجاء وعمر بالمير فريمون هاد الناس كنحترمهم بزاف حيت خدامين حيت ايسون كرياتيف وحيت ايسون ديفيرون دو داكشي اللي كنسمعو ليه. لو ستيل ديالي حتى هو ديفيرون غربي ولكن بالدارجه باللغه المغربيه وكنتمنى هادشي اللي كنقدم وداكشي اللي غنقدم ان شاء الله يكون في يعجب المستمعين. ما زعما ما كان خوله مجاهد صاحبتي وعزيزه عليا ما كنعتبرش راسي كنتنافس مع شي واحد انا يلاه بديت تبارك الله هما سي دي زارتيست كي سون ريسبكتابل يعني يلاه كنبني في لا كارير ديالي دونك ما كنافسهم ما كينافسوش. انا عزيز عليا واحد لارتيست فرونسي سميتو لو ميتر جيمس عزيز عليا بزاف والحلم ديالي هو ندير معاه ديو مكرهتش ان شاء الله و جو فيغ تو سكي دو مون زعما تو سكي بوسيبل بور بوفوار ندير معاه شي ديو ان شاء الله. إيهاب امير مكرهتش ندير معاه شي ديو ان شاء الله. كاين عزيز عليا اغنيتو ما درنا والو بزاف كاع الاغاني ديالو واعرين ولكن ما درنا والو عزيز عليا. عزيز عليا حسدونا ديال حاتم عمور عزيز عليا انا ماشي سهل بزاف ديال سعد مجرد امون افي هادي هي احسن اغنيه ديالو وعزيزه عليا بيان سور عنده الزين ديال اسماء المنور. انا بيان سور انا كيف غتكونوا عرفتوا غبرت بوندون 2 قبل ما نخرج كلشي بان حيت كان خاصني نكمل قرايتي ولكن دابا ان شاء الله غادي نخرج تيتخ مورا تيتخ ان شاء الله حتى تطلع لكم في راسكم. بور لانستون با دالبوم لانستون غادي نخدموا غير على لي سينجل بزاف فريمون انا ديجا بعدا ما تيقتش بانني جيتي سيليكسيوني في لا بروميير ليست مع كنت مع بزاف ديال الاسماء معروفين منهم سميره سعيد كنقول كيفاش زعما انايا عجبتهم الدنيا واختاروني. من بعد مشينا لاغوس في نيجيريا مشينا غير فريمون غير باش نكتشفوا هذاك لو موند ما كانش معوله كاع نربح وفاش خديت لو تيتر فرحت بزاف وراه كنت كنغوت وهزيت الراي ديال المغرب كنت فرحانه
pour moi c'était un souvenir اللي ما عمري ما غادي ننسى في حياتي الحمد لله surtout que j'étais nommée باول اغنيه ديالي اللي هي الدب كاع الناس اللي كيتابعوني شكرا بزاف اللي حشمنا شكرا للناس اللي صبروا معايا هاد عامين شكرا للناس اللي دائما بقاو كيسولوا فيا وجيسبر كو كاع داكشي اللي غندير ان شاء الله غادي يعجبكم